النادي الأهلي المصري أعرق ناد عربي وإفريقي يطلق عليه أبو الأندية، ولإنشاء هذا النادي العريق قصة. ففي عام 1907 وقتما كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني، أنشئ الأهلي كأول ناد رياضي مصري للمصريين، وتيمنا باسمه سميت عدة أندية باسم الأهلي. ظهر النادي الأهلي إلى الوجود في العام 1907، وبالتحديد في شهر أبريل من ذلك العام. خرج المارد الإفريقي الرهيب إلى النور، ولم يكن يتخيل أحد ممن ساهموا في إنشائه أو عايشوا تلك اللحظات أن هذا النادي الجديد الصغير سوف يصبح فيما بعد أقوى أندية القارة الإفريقية بأسرها، وواحدا من أشهر وأعرق الأندية في العالم. ولم تمضي سنة واحدة حتى تولى رئاسة النادي الزعيم الراحل سعد زغلول، ثم تبعه مجموعة من عمالقة الفكر والإدارة والرياضة، قادوا النادي على مدار تاريخه ليزداد توهجا وريادة وحصدا للألقاب والبطولات، حتى وصلت الراية إلى الكابتن حسن حمدي ضيف في الجول اليوم الذي قاد سفينة النادي بنجاح. كتب القدر لحسن حمدي أن يكون رئيس النادي في إطار احتفاله بمرور 100 عام على تأسيسه، فخرجت الاحتفالية بالمئوية في أبهى صورها، وحصل الأهلي عن جدارة على لقب بطل القرن بعد حصده الأرقام القياسية على مر العصور، وذلك في البطولات المحلية والقارية. وشارك كأول نادي مصري في بطولة كأس العالم للقارات 3 مرات، وأفضل إنجازاته الفوز بالمركز الثالث موسم 2007 بنجوم جيله الذهبي. وخرجت مصر كلها لاستقبال أبطال نادي القرن الذين طافوا شوارع القاهرة في أتوبيس مكشوف حتى وصل إلى مقر النادي بالجزيرة.